نعم سيدي الكريم، قبل ساعات من الآن أعلن السوار سيطرتهم الكاملة على المدينة وتحرير ما تبقى من فرع الأمن العسكري والذي كان يتمركز به آخر عناصر النظام في مدينة الشدادة. الآن الجيش السوري الحر يعني يفرض السيطرة الكاملة على محيط منطقة 47 والقرى المجاورة لها. الآن الجيش السوري الحر أصبح بعيدا عن مركز المدينة 20 كيلومتر فقط، والجيش السوري الحر الآن في معارك التحرير ماضي إلى تحرير الحسكة المدينة أكثر وأكثر. الشدادة أهميتها تتركز بأنها تحوي على أكبر آبار النفط المعروفة في محافظة حسكة وعلى مستوى سوريا عامة. الجيش السوري الحر الآن يفرض سيطرة كاملة على الآبار النفطية، يشكل مجلس مدني محلي من أبناء الحسكة من مهندسين وأطباء وصيادلة ومن خيرة أبناء الحسكة ليقوموا بإعادة تشغيل الآبار النفطية وإعادة بناء المشافي في المناطق المحررة وخاصة في الريف الجنوبي وفي الريف الشرقي في البلدات المحررة. هناك الجيش السوري الحر الآن أعاد تشغيل بعض من آبار النفط على يد أهالي الشدادة ومهندسين من تلك المنطقة وخبراء وفنيين لتقديم خيرات هذه الآبار إلى أهلنا وليس إلى قوات النظام لتقوم بقصف إخواننا في المناطق المنكوبة. كما أيضا كانت هناك أنباء عن إطلاق طائرة مروحية في سماء قرية قانا جنوب الحسكة والتي تبعد عنها 20 كيلومتر. كما أيضا في الحسكة المدينة سيد الكريم انتشار أمني كثيف لقوات الأمن بالقرب من المشفى الوطني في حي العزيزية بعد وصول عدد من جثث وجرحى قوات النظام التي تأتي من الشدادة. كما أيضا قتل المساعد للعقيد تيسير كيواني وهو رئيس فرع الأمن العسكري، والعقيد هو الآن في الأسر وبيد أبطال الجيش السوري الحر. نعم، وصلت الصورة. سلام الكردي مراسل شبكة شام، كنت معنا.